بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوي في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من عقوبات المعاصي أنها تؤثر في القلوب، وهذا دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون يعني من المعاصي، جعلت على قلوبهم رانا، وهو الغلاف، الغلاف الذي يكون على القلب فلا يصل إليه النور بسبب المعصية، وهو الختم. الختم والران كلها عقوبات. وفي الحديث أن الرجل إذا عمل السيئة نكثت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقلت وإلا زادت حتى تغطي القلب. هذا من أعظم عقوبات المعاصي، أنها تؤثر في القلوب، إما بأن تضعفها وتمرضها، وإما بأن تميتها. فهم قلوب لا يفقهون بها. نعم. القسم الثاني عكس هؤلاء: من لا بصيرة له في الدين ولا الناس أربعة. فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله. لا تفضل. قد انقسم، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، يعني قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي يعني ذا القوة. السماء بنيناها بأيد يعني بقوة. والأبصار يعني البصائر والقلوب، عندهم قوة وعندهم بصائر في الحق. نعم. فهؤلاء نعم. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة. لا قبل قبل. فالأيدي القوي في تنفيذ الحق. نعم. والأبصار البصائر. الأيد ما هو بالأيدي، الأيد يعني القوة، وأيدناه بروح منه يعني قويناه. نعم. فالأيدي القوي في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. نعم. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله، وهم الأنبياء. نعم. القسم الثاني عكس هؤلاء: من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشناق. القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين،
لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فليحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما، وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. الذين عندهم بصيرة وعندهم قوة، والقسم الثاني من لا بصيرة له ولا قوة، هؤلاء شر الخلق. القسم الثالث من عنده قوة ليس عنده بصيرة. القسم الرابع من عنده بصيرة وليس عنده قوة، وهذا مؤمن لكنه مؤمن ضعيف. نعم. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أربع صفات، كل الناس خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، الصفة الثانية العمل الصالح، الصفة الثالثة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصفة الرابعة الصبر. نعم. ولم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. ما يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، ما يكفي أنه صالح في نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح الآخرين ولا يقتصر على نفسه. نعم. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد عنها، والله المستعان. كل الناس يعمل، ما أحد معطل في هذه الدنيا، كل يعمل، لكن هناك من يعمل للخير ويسير إلى الدار الآخرة والجنة، وهناك من يعمل الشر ويسير إلى النار. ما أحد معطل في هذه الدنيا، ما يشتغل ويعمل، إلا من ليس له عقل، المجانين والمعتوهين اللي ما لهم عقول، هؤلاء ما لهم حسنات ولا لهم سيئات، مثل البهائم. نعم. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المصقولة في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مستغرق السمع من الشهب الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي، وبه نظرة من الإنس، فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. ولذلك الشيطان ما يأتي مع طريق يمشي فيه عمر رضي الله عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لقيه الشيطان في طريق إلا رجع وهرب، بقوة إيمان عمر ونور بصيرته رضي الله عنه يحرقه. نعم. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذ الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخرى، قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهواني. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الإنسان إذا ترك ذكر الله وترك القرآن فإنه يقارنه الشيطان، يكون له قرينا عقوبة له، بخلاف المؤمن الذي يذكر الله إنه يكون معه الملك، ملك من الملائكة يسدده ويعينه. نعم. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أنهم مهتدون، هذا المشكل. ولو أنه يخطي ويعرف أنه مخطي كان يمكن يتوب، لكن المشكل أنه يحسب أنه مهتد فلا يتوب إلى الله، هذا من العقوبة. نعم. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم. ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا. العشاء ذهاب البصيرة، عشاء هو الأعشى، هو الذي لا يبصر، لا يبصر بالليل، ما يبصر، هذا هو الأعشى الذي لا يبصر ليلا. هناك من لا يبصر في الليل، أو هناك من لا يبصر في النهار، أو هناك من يبصر في الليل ولا يبصر في النهار. فمن عمي عن القرآن فإنه يبتلى بمقارنة الشيطان. نعم. نعم. أعيد العبارة. نعم. أعيد العبارة. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه. نعم. الله. وعمي عنه. عشى أنزلناه إليك مبارك. نعم. قرآن مبارك. نعم. الله إليك. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيع لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج. رضيع لبان ثدي أم تقاسم. نعم. بأسحم داج عوض لا نتفرق. عوض لا نتفرق. هذا من شعر الأعشى. نعم. رضيع لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج عوض لا نتفرق. عوض. صلى الله عليه. بأسحم داج عوض لا نتفرق. نعم. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه. نعم. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته. نعم. وإنهم لا يصدونه. ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كنت لي في الدنيا، أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية، أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وإن كانت المصائب في الدنيا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الواحد يرى أنه أشد الناس عذابا، ولا يخفف عنه كون معه ناس ثانين، كما في الدنيا أن الناس إذا أصابتهم مصائب وشاف الإنسان غيره مصابا مثله يهون عليه هذا الشيء، لكن في الآخرة ما أهل النار ما يخفف عنهم الاشتراك في العذاب. نعم.
أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه، وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاه، كما قالت الخنساء في أخيها الصخر: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. نعم. فمنع الله سبحانه الخنساء لما قتل أمات أخوها صخر بكته وحزنت عليه أشد الحزن، وقالت فيه الأشعار الكثيرة، لكن لما رأت الناس مثلها مصابين بإخوانهم هان عليها ذلك. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن تسل النفس عنه بالتأسي. نعم. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم. القصيدة طويلة يعني. نعم. شو الطبعة اللي معك؟ دار الكتاب العربي. نجم صحة. عبيد الله بن عادي. ها؟ عبيد الله بن عادي. أي وش صححه يعني؟ إيه وش قابله عليه؟ من اللي معك طبعة فيه؟ دار ابن كثير يا شيخ. من اللي محققه؟ تحقيق يوسف علي بديوي. ديوي؟ هنا. ما بيحققون، بس يحطون أساميهم علشان يروج الكتاب. ما هو بيحققون. نعم. صلى الله عليه. فصل من هو قوله صححه نخبة من العلماء. منهم النخبة الأولى. علشان الترويج بس. نعم. فصل من عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه. فصل ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. نعم. من عقوبات المعاصي أنها تساعد أعداءه عليه، أعداءه من شياطين الإنس والجن عليه، فإذا عصى الله فإن عدوه يفرح بذلك ويتسلط عليه. نعم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم، ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة الصالحين في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو وإلى الثمن. لو أراد الله أن يهلك إبليس وجنده ويهلك الكفار لفعل، لأنه قادر على ذلك، ولكنه أبقاهم للابتلاء والامتحان، الابتلاء والامتحان والجهاد في سبيل الله، إذ لولا وجود الشيطان وجنوده ما حصل الجهاد في سبيل الله،
ولا تميز المؤمن الصادق من المنافق والكاذب، لله حكمة سبحانه في بقاء إبليس وجنوده وبقاء الكفار مع أنهم أعداء الله وأعداء رسله، لكن الله أبقاهم للابتلاء والامتحان. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه حكمة عظيمة. نعم. ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون أو يحصلون عليها عفوا، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن. في هذه البيعة أن المشتري هو الله والبايع هو المؤمن والوثيق هو رسول الله، هو رسول الله، والثمن هو الجنة، والوثيقة المكتوب فيها التوراة والإنجيل والقرآن، فما أعظمه من بيع. نعم. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. نعم. الإنسان يحب التجارة ويسعى في البيع والشراء لتحصيل التجارة في الدنيا، وهذه التجارة وإن حصلت فهي فانية، وهي ابتلاء وامتحان، وتضر صاحبها أكثر مما تنفعه. لكن التجارة الرابحة المضمونة تجارة الآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله، هذه هي التجارة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه التجارة الباقية، وإن كان كثير من الخلق يغفلون عنها ويشتغلون بتجارة الدنيا. نعم. هذا ما هو بجهاد، هذا مخاطرة بدون فائدة. احنا ما علينا من فلسطين ولا غيرها، لكن هذا ما هو بجهاد، هذه مخاطرة بدون فائدة، بل بها ضرر، لأنه إذا انتحر واحد أهلكوا مئات من المسلمين وضربوهم بالسلاح الفتاك، فما هي النتيجة من هذا؟ هذا لا يأتي الشرع بمثل هذا، الشرع ما يأتي بمثل هذا. وربما أن اليهود هم اللي يدبرون هذه العملية لأجل أن يقضوا على المسلمين، وهو الحاصل الآن، ما هو بهذا هو الجهاد في سبيل الله. نعم. وأخرى تحبونها نص من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نعم. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه، إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. أحب. صلى الله عليه. إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. نعم. وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة، فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذا الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر الساعة فقد استرحت راحة الأبد،
ثم أمده الله سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل إليه كتابه فازداد قوة إلى قوته، ومددا إلى مدده، وأعوانا إلى أعوانه، وعدة إلى عدته، وأيده مع ذلك بالفعل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذا الأمر بالقوة الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته، والأذن صاحب خبره، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات، وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال: هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون. قال الله تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي، وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم سبحانه عباده كيفية هذا الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك مرة أخرى. أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له: هي النفس. فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خمرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل. فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلو هذه الثغور، ولا تمكن سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا. فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه ودونكم ثغر العين، فإنه منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذغ به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره وقولوا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليها عليه،
وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر، وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلم مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. فصل. يصور في هذا الكلام الطويل، يصور عمل الشيطان مع ابن آدم، وهو تصوير دقيق ويقلب الحقائق. الله جل وعلا نهى عن النظر المحرم، لأنه يورث الشهوة في القلب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يأتيه الشيطان يقول لا، النظر إلى النساء وإلى الفتنة هذا فيه اعتبار خلق الله، فيه وفيه تدبر لخلق الله. ولذلك الصوفية يقولون إن النظر إلى النساء وإلى المردان إنه ما هو بالأجل الشهوة، إنه من أجل الاعتبار في آيات الله، وهذا يفيد القلب معرفة بالله عز وجل، فيزين لهم الشهوات بهذه الطريقة، يعكس ما قاله الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يصل به إلى أن يقول إن هذا الجمال اللي في بعض الصور هذا هو الله، وهذا الحلولية اللي يقولون إن الله حال في مخلوقاته، وهذا الجمال اللي فيها هذا بسبب حلول الله فيها، هذا مذهب الحلولية. ثم يتدرج بهم ويقول لا، هذه المخلوقات هي الله، وهذا مذهب الاتحادية، ابن عربي والتلمساني وأشكالهم من أهل الاتحاد الذين يقولون إنه ليس هناك انقسام في المخلوقات، ليس هناك، هي الله عز وجل. والذي يقول هناك خالق ومخلوق هذا مشرك عندهم. والتوحيد أنك تعتقد أن هذا الكون كله هو الله، نسأل الله العافية. هكذا يتدرج الشيطان بهم إلى هذه المراحل الخبيثة. نعم. فصل. ثم امنع ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. هذا ثغر العين انتهى منه وما يحصل من مخاطره. ولا شك أن النظر أنه خطير جدا، وهو كما في الحديث سهم مسموم من سهام إبليس. وين يروح هالسهم؟ يروح للقلب، يرجع على القلب. إذا نظر نظرة محرمة فهذا سهم يطلقه على قلبه، فيطعن في قلبه وهو لا يشعر. فالنظر خطير جدا، لذلك أمر الله بالحجاب للنساء والستر، كله من أجل خطر البصر والنظر، وأمر بالاستئذان على البيوت من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فالبصر هذا خطير، يحتاج إلى احتياطات، يحتاج إلى معرفة بخطره وكف البصر عما لا يليق ولا فائدة فيه، لكن بعض الناس ما يبالي بهذا. نعم. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. يكفي، نقف عندنا.